السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة منال حمد الهاجري. اليوم راح أتطرق إلى شرح برنامج الإيميز. كثير من الأحيان يتطلب منا عرض بروجكت عن طريق الباوربوينت برزنتيشن. نسوي برزنتيشن، دائما نتطرق إلى برنامج الباوربوينت للشرح مادة علمية احنا نبيها. برنامج الإيميز بديل آخر عن برنامج الباوربوينت، له مميزات عدة. يتوفر باللغة العربية، ويتميز بأنه سهل الاستخدام، ويوفر لنا كثير من التصاميم والقوالب التي تتيح لنا تصميم المادة العلمية بحيث ما نريد، ويوفر تحكم في الخطوط وحجمها ولونها، ويوفر خاصية النسخ واللصق، ويمكن أيضا إضافة صورة أو إضافة فيديو أو إضافة رسوم بيانية ومخطط سهمي، ويمكن إضافة مقاطع فيديو وفلاش في عروضنا، ويوفر ويتم تحميل العروض. ونقدر نحمل عروضنا من الباوربوينت، نقدر ندمجها على الإيميز عن طريق الربط. ونقدر بعد خاصية ثانية، ان احنا نقدر نتواصل مع نشارك البرزنتيشن اللي نسويه بالإيميز مع أصدقائنا عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو البريد الإلكتروني. وكثير من المميزات الثانية أن نقدر نطبع العرض على ورقة. والحين نشوف شلون نشتغل عليه. أول شيء أن ندخل على برنامج الإيميز من جوجل، نكتب كلمة إيميز لتفتح لي الصفحة الرئيسية هذه. نسجل أول شيء هنا، ندخل الإيميل وكلمة السر. نسوي تسجيل، والحين تفتح لي على منطقة صفحة العمل. ننتظر شوي. ويتميز برنامج الإيميز بأنه يتوفر باللغة العربية، ويتوفر عن طريق النت مجاني. هذه الميزة تجعله سهل الاستخدام، ويتوفر في جميع الأوقات. تفتح لي شيء الصفحة هذه، سكرها. هذه منطقة العمل عندنا. نبي نسوي بروجكت جديد. هذولي هنا إذا عندي أنا مشتغلة من قبل على برنامج الإيميز ومسيفة شغلي على البرنامج، راح تظهر لي هنا. نبي نسوي الحين بروجكت جديد أول مرة نسوي. نضغط على نيو. تفتح لي الحين عندي التصاميم هذه. هذه تصاميم جاهزة، أقدر أسوي عليها. في بعضها مجاني، وفي بعضها نشتريها بفلوس. هذه الحين عندي الثيمات اللي أقدر أنا
اشتغل عليها كخلفيات نفس خلفيات طريقة الباوربوينت، بس هني بشكل متطور شكل احسن، واقدر اني شو اسمه اسوي العرض مالي على شكل 3D. تتيح لي برنامج الايميز اني اسوي عرض 3D. نختار مثلا هذا، اقدر اختار هذا او اختار لون ثاني. يعني من الشكل الواحد اقدر اطلع منه شكلين. ناخذ مثلا الاخضر، نكتب تشوز، هذه الحين عندنا منطقة العمل وهذه الأدوات كلها اللي قدامنا. أول شيء إحنا بنحط الشريحة الأولى عشان نكتب فيها العنوان البروجكت اللي حنا نبيه وش اسمه، وبعدها نختار التصاميم الثانية على شكل الرسوم. هذه ما تغير، بس أقدر أغير بالكلام وطريقة العرض اللي فيها. نشوف أول شيء